السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي للجميع وتحياتي لكل حد متابعنا من كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في محافظات مصر. تحياتي لكل واحد بيثق في كل كلمة احنا بنقولها وبيحب كل حلقة احنا بنقدمها ومتفاعل معانا دايما. زي ما عودناكم بكل حلقات جديدة وعلى قد ما بنقدر بنوصل لك المعلومة، فعلشان تتابع لازم تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان تتابع كل حلقة احنا بنقدمها. معانا قناتين على اليوتيوب، قناة تدريب كلاب البحيرة كابتن ابو نور، ومعانا قناة تدريب كلاب هوم دوجز منور، وكمان قناة عالم تربية الكلاب في مصر. طبعا قناة عالم تربية الكلاب في مصر خاصة بياسين، طفل صغير بيحب الكلاب وبيتكلم عنها دايما. القنوات بتاعتنا احنا على قد ما بنقدر بنوصل المعلومة والافادة، وكمان بنحط لك منوعات علشان تتابع كل حلقاتنا اللي احنا بنقدمها. الناس اللي طلبت معانا حلقات عن قصة حياة مدرب الكلاب او قصة حياة كابتن ابو نور، واحنا لبينا رغباتكم ونزلنا اخر مرة كان الجزء الرابع، والنهاردة هنصور معاكم ونتكلم عن الجزء الخامس. عالم تربية الكلاب مشوار طويل، وتربية الكلاب طبعا معروفة ان هي بيبقى فيها مشاكل كتيرة، وممكن يكون الموضوع فيه مكسب وخسارة، ممكن الموضوع يبقى خسارة دايما ومكسب دايما، وممكن الموضوع ده يشيل من ده ويشيل من ده. الرق عليك انت كمربي او مدرب او منتج للكلاب، الرق عليك انت ان المفروض ان انت بتستحمل وتتعايش مع الموقف اللي بيقابلك. الرق عليك ان انت تستحمل كل عقبة انت بتقابلها في تربية الكلاب، سواء من البني ادمين، سواء من الكلاب، سواء من الاسعار، سواء من الماديات، من الحاجات دي كلها. يا ترى انت هتقدر تستحمل مين في دول؟ بنحكي لك في الحلقات بتاعتنا القصة، وازاي وصلنا لمرحلة زي كده، ازاي تعتمد على نفسك، وازاي انك ما تخليش حد يقول انا شلته او انا سندته والحاجات دي كلها. الحمد لله يا جماعة على قد ما بنقدر بنوصل المعلومة والإفادة. النهاردة الجزء الخامس بإذن الله، وبنتكلم بناء عن رغبة الناس اللي محتاجة ان هي تعرف وصلنا كده ازاي وعملنا كده ازاي. في الفترة الأخيرة أو في الحلقة الأخيرة أو في الجزء الرابع اللي فات، آخر حاجة كنا وصلنا لها أول ما بدأت وخلاص، والحمد لله ربنا كرمني وبنيت بيت ومن مجهودي وبنفسي بدأت إن أنا أربي كلاب. طبعا في المرحلة دي قابلت عقبات كتير وقابلت مشاكل كتير، وأولهم التريقة وأولهم الخباثة من الناس اللي بتتعامل معاك. طبعا أعدائك ولاد كارك، أعدائك دايما ولاد كارك أو الناس اللي بتربي. كان كل المهاجمات من محافظة البحيرة من دمنهور، كان كل التحديات مع محافظة البحيرة دمنهور. الموضوع يا جماعة من ناحية السوشيال ميديا كان كله عبارة عن فيسبوك، ما كانش فيه أكتر من كده. فيسبوك بس أكتر حاجة كنت بنعملها، كنت بنصور كلاب اللي عندي سواء مستوى عالي أو مستوى ضعيف. ما كانش عندي كلاب مستوى كويس، كان كلها كلاب مستوى شعبي، سواء نتايتين أو ثلاثة وذكرين أو ذكر، وكل ده الليلة اللي دايرة. بس طبعا كان الحمد لله ربنا كارم وربنا رازق، كنت بنبيع بسعر بسيط جدا. من ساعة ما قامت الثورة وبدأ ان كل الناس اللي في شعب مصر المهم اللي هم بيربوا كلاب، بدأت الكلاب تملى البيوت، بدأت الناس تربي والناس تبيع والناس تشتري، وبدأت اسعار الكلاب بعد ما كان الكلب بخمسين جنيه وبمية جنيه بدأ يوصل لاسعاره لخمسمية جنيه وخمس تلاف جنيه. طبعا من هنا بدأت الكوكب بتاع الكلاب يكبر ويتعرف، ونتراهن معاكم ان اغلب مربيين الكلاب في مصر بدأوا التربية بعد ثورة 25 يناير. بدأت الناس تشتري، بدأت الناس تربي، من هنا كله بدأ يتعرف على حياة الكلاب وتربية الكلاب والحاجات دي كلها. لكن الحمد لله انا في الموضوع ده قبل الثورة بكتير. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم، لما بنيت البيت اللي انا قلت عليه وبمجهودي وبتعبي وشقايا وعملت وبدات ان انا نشتغل نخش بقى في الموضوع على طول، تمام. وانتوا عارفين معلش ما بنحبش نرتب الكلام وبنحب نتكلم بطريقتي، وده بيكون سهل كتير على ناس معايا كتير على القناه. ابتديت بقى ان انا نجيب كلاب خلاص، يعني بقيت نروح نسافر ونجيب، وكان اغلب شراء الكلاب كان من اسكندريه. محافظه البحيره ودمنهور عندهم مربين الكلاب رايح اسكندرية، يعني رايح لوس انجلوس. محافظة البحيرة ودمنهور لما نيجي نروح اسكندرية نشتري كلب يعني رايح لوس انجلوس. اغلب مراكز والمحافظات القريبة من محافظة اسكندرية بتروح تشتري من هناك وانت رايح تشتري كلب.
يعني معناها كان زمان كلمة أنا جايب الكلب ده من اسكندرية زي البيديجري والميكروشيب للكلب. أول ما واحد يشوف معاك كلب، إيه رأيك في الكلب ده؟ إيه أنا جايبه من اسكندرية حاسب. طبعا جايب كلب من اسكندرية، موضوع كبير. بكام؟ ب4000 وب5000 وب6000. بس ما تعرفش ان الكلب ده اغلبه ما بيخلفش، اغلبه ما بينتجش، اغلبه في مشاكل، الحاجات دي كلها هنتكلم دلوقتي وهندردش. وزي ما قلنا مش هنزعل من بعض، علشان احنا هنتكلم في الصراحه، واللي بيكذب ويخبي على الناس ده يبقى انسان تافه. طبعا بدات في الحاله ديت ان انا نشتغل، بدات كل ما ربنا يكرمني بقرش او يبقى عندي نتايه والده ان انا نبيع جراوي ونجيب كلبه تانيه نتايه تانيه. طبعا كان كل المواصفات شعبي، ما كانش فيه مستويات عاليه او ما كانش معايا ان انا نجيب كلب مستوى عالي. تمام، بدات نكتر سلالاتي، نعلي نطلع جراوي، كانت الجراوي بتطلع بسم الله ما شاء الله دباديب بحجم كويس، ونبيع ونشتري غيرهم. خد بقى تريقه من مربيين الكلاب في ضمانهم القدام، دايما ما حدش بيحب حد يطلع، الكلام اللي بقوله واضح وصريح، محدش بيحب حد يطلع. هما كانوا ناس برضو يعني محترمين، ربنا يبارك لهم يا رب ويبارك لهم في حاجتهم ويبارك لهم في اولادهم. لكن لما انت تبص تلاقي عيل بالنسبه لك لسه بادئ اول امبارح، تمام، يعني انا كنت بالنسبه لهم لسه عيل بادئ اول امبارح، تلاقيه عمال يبيع في جراوي وانت الكلبه تولد عندك كل سنه مره، طبعا دي كانت مشكله اتعاقب. نيجي بقى نروح مشوار او نتصادف ان انا نقعد مع الناس ديت، خد تريقه بقى ما تتخيلهاش. ما عندكش كلبين بلدي صغيرين كده بينباعوا؟ ما عندكش مش عارف ايه؟ بس كنت ناخد الموضوع ما ناخدوش على صدري، كنت نضحك عادي نقول له عندي في عشه رقم 4، بس انا عامل الكلاب في عشه، عشه رقم 4 وعشه رقم 5 وعشه رقم 6، طب انت عايز من انا عشه؟ وناخد الموضوع بضحك وهزار، لان انا عارف انا باذن الله ناوي نعمل ايه. الناس دي ما كانتش متوقعه ان انا نوصل للمرحله دي ابدا. الناس دي انا بادئ بعدهم بكتير، حوالي 5 6 افراد. تمام، كنت لما نقعد في مكان كنت تاخد تريقه ونسمع بودني ونعمل نفسي مش سامع. فين لحد ما خلاص العمليه لعبت، الحمد لله بعت لي 20 30 جرو وجمعت قرش، وقلت بقى عايز نجيب كلاب. كلاب بقى من اللي هي دلوقتي تعتبر الكلب ب 500 جنيه. تمام؟ مش كلاب اللي في دماغكم يعني. اول حاجه فكرت فيها ان نشوف حد من صحابي او حد من الناس الحلوه اللي هم ممكن يساعدني يعني. ويا ريتني ما شفت. ايام زمان كان لما حد بيبدا يربي كلب وكلبين ويخش على مرحله التلات واربع كلاب، بتلاقي ان في ناس كده تجيله من بره كده تخش عليه، الله ينور عليك يا حبيبي والحكايه والروايه، ويقعد معاه ويصاحبه ويروح ويجي عليه كل يوم. وده اللي حصل معايا. بس انت بالنسبه لك صديق، انت داخل على تربيه الكلاب اعمى، ما انتش عارف، لكن ما تعرفش ان المربي زيك ناوي ان هو يذبحك في اقرب محطه. لا ما تعرفش كده، هنعرفك. جمعت بسم الله ما شاء الله مبلغ كبير جدا، وكانوا 4000 جنيه. هنشتري بقى كلاب، عايز نشتري 3 نتايات ولا بتاع، ونجيب دكر حلو. طبعا كان في اللي انا بقول لكم عليهم واللي اسمهم ما يسمى بالحكاكين. الحكاكين اللي تبص تلاقي جاي هو فاهم في تربيه الكلاب، عنده كلبه ولا حاجه، ولقيت جبت كلبين ثلاثه، قال لك نروح بقى ونروح ونيجي عليه نستفاد من وراه، سواء نرزق بفلوس، سواء نرزق بكلاب، سواء نرزق بأي حاجة. وهنا اسمها في القانون بتاعنا أو في الكار بتاعنا كوميسيون دي كلاب، وده اللي كابتن أبو نور ما بيعترفش بيه أو بيستقل بيه. كوميسيون دي كلاب يعني إن أنا ناخدك ونروح نشتري لك كلب من هنا ومن هنا، ونقول لك تعالى بقى هتحاسبني على قد إيه. المهم كانتش بتفرق معايا، وما كنتش بندور، لأن اللي داخل في محبة الكلاب وداخل في تربيتهم ما بيدورش هيخسر قد إيه ويكسب قد إيه أساسا.
لما الموضوع بدأ يشتغل معايا انتاج وبدأت نفرخ كلاب وحاجات زي كده، تمام، كنتش بندور، كنت بنقول هو اللي يجي فيهم ينحط فيهم، يعني مش فارقه، تمام. كنت بنجمع قرش في قرش ونبدا ان انا نروح نجيب نتايج كلام من ده، ولقيت الحكاك جالي، تمام، وبقى يروح ويجي عليا: يا ابو نور جبت ايه النهارده؟ جبت كلب ايه؟ اتاري هو مش جاي يطمن عليا، ده هو جاي يعرف انا جبت ايه وعملت ايه. قلت له: بقول لك ايه يا فلان؟ قال لي ايه؟ قلت له: ما تيجي، انا عايز نفسي نجيب كلبين ثلاثه كده حلوين، يعني احلى من اللي عندي. وده كل واحد بيفكر، اللي بيفكر فيه المربيين، ان دايما يفكر يجيب احلى من اللي عنده. قال لي: تعالى نطلع على لوس انجلوس، تمام، اسكندريه. عارف له هو نفرين ثلاثه هناك شغل ترتيب، تمام، رتبوا مع بعض في ذبيحه داخله عليكم، يلا جاهزين؟ جاهزين. الذبيحه جاهزه، تمام، اللي هو ابو نور معاه فلوسه 4000 جنيه، مبلغ كبير، تمام. طبعا كانت النتايه ساعتها بقى اللي هي المستورده، مش مستورده اللي في دماغكم، لا، بالنسبه لنا ايام زمان كانت اسمها مستورده. طبعا ابو نور راجل مبتدئ، تمام، وعايز بقى كانت ب 700 جنيه، ويا لهوي لو جبت كلب ب 1000 جنيه كانت السما تنطبع على الارض والدنيا تتقلب. خدني ورحنا على اسكندريه، اتصل على الاصدقاء، انا ما اعرفش حد، تمام، قدامكش كلبه جيرمان؟ في يا عم تعالى. المهم انا معايا عربيه، كانت عربيه الشغل، العربيه بقى فيها 7 انفار، وال7 انفار عايزين برادس، 7 انفار عايزين، مش مشكله. كانوا بياخدوا مني على الكلب 150 جنيه و200 جنيه اللي يجيب كلب. انا قاعد: اطلع كده حاضر، خش كده حاضر، روح كده حاضر، اتفرج على الكلب ده. طبعا اللي عارف ان هو هيرزق من الكلب ده تلاقيه جاي: الكلب ده جامد، خلي بالك، اوعى، لازم تلبس. بقول لك يا صاحبي: الكلب ده سخ. ويجي مالع التاني يقول له: هيلبس ولا مش هيلبس؟ طبعا انا كنت برضو لسه، اوعى تفكرني ان انا كنت عامل فيها الدكتور مصطفى محمود، انا كنت لسه. جبت زي 4 نتايات ولا حاجه، جينا على دكر، قلت عايز نجيب دكر حلو. كان في دماغي نجيب دكر لونج هير، مش عايز شولاين ولا كسحه ولا كلام من ده، انا عايز كلب لونج هير دبدوب للجوازات يتجوز. واحد قال لنا: في ذكر في الحته الفلانيه. انا قايل له: لونج هير. وسبحان الله هناك تقول: انا عايز كلب مواصفاته كذا، يوديك لكلب مواصفاته مش تبعه خالص، مش تبع اللي انت قلته خالص. المهم جم ودينا الناس عندهم كلب شورت هير، تمام، كلب الماني عادي، بس كلب الوانات حمراء دم، بسم الله ما شاء الله، كسحه رهيبه، تمام، عنده في حدود 7 سنين. ما كنتش نعرف في العمارة قد كده. اللي رايح معايا من هنا من دمنهور: حاسب يا ابويا، لو معايا فلوس، يا ابويا لو معايا فلوس هناخده. يا عم يا عم انا مش عايز ده، انا عايز كلب دبدوب عشان يديني جرو دبدوب، والناس اللي بتشتري كلاب صغيره بتحب الجراوي اللي فيها شعر ومدبدبه. كان اياميها لسه الناس ما دورتش على الشولاين والكلب ابو كسحه والعراقيب وديل في الارض، كانت الناس بتدور على الجرو والمدبدب وياخدوه. حاسب يا عم؟ قال لي: لا، خد الكلب ده على ضمانتي يا ابني. يا لا حاسب، لو ما خدتوش بتاعي، لو انت خدته وما جاش معاك سكه بتاعي. يابا ده الكلب ده يرمي لك جراوي شغل بقى يا ابني. خدت الكلب، دماغك بتودي وتجيب لما تكون بتشتري وواخد معاك حد، واتاري الحد ده حطك معاه ذبيحه. بس زمان غير دلوقتي، زمان ربنا دلوقتي ربنا حط بنا ناس حتى اللي بتبيع في ضمير شويه. المهم خدت الكلب وخدت الكلاب وروحت. انت هتحاسبني ولا ايه؟ وماله يابا عنيا الاثنين؟ انا قلت هنديله مثلا 200 جنيه ولا 100 جنيه ولا
قال لي لا ده انت هتحاسبني على الكلب. على الكلب؟ ايه؟ على كل كلب فيهم 150 جنيه. اربع كلاب خمس كلاب هتحاسبني عليهم كله؟ على الكلب. اه على الكلب يا عم، على الكلب. اه على الكلب. من عادتي ومن طبعي لما حد يكون باصص لي في قرش او في رزق وعايزه نقول له خده، بس هنقطعها معاك في نيتي بقى من جواي، بس انتهت معاك. من عادتي ومن طبعي لما يكون واحد مزعلني في حاجه نخلص منها بالراحه ونيجي زقه بعيد ومع الف سلامه، ويا دار ما دخلك شر وكانت معرفه ما تشرفش، ومن غير قله ادب ومن غير اهانات وكلام من ده كله. طبعا رضيته، بقيت نقول الله يسهله الحق، بقى يروح ويجي عليا مش عارف ايه الحكايه الروايه. تعالى بقى معلم جوز الكلب، فاضل شويه تجيب له طبله ومزهق عشان الكلب يطلع يفكر يطلع للنتايه، ما بيطلعش. اتصلت على اصحابه، يا جماعه قالوا اصل الكلب نفسيته تعبانه عشان كان مع واحد والراجل ده توفى ونفسيته. طب نفسيته، طب انا واخده نعالجه نفسيا قبل ما نجوزه؟ انا عايز كلب يا جماعه يفرخ، ما كانش ليا دعوه بالتدريبات ولا كلام من ده، يعني ما كنتش لسه دخلت في الليله دي كلها. يا جماعه انا عايز كلب يفرخ، عايز كلب يفرخ نجوزه، يعني يلا اتجوز يتجوز بسرعه. عايز يعني ايه؟ يعني انا نعتبر شاري معيز وشاري معاهم جدي، عايز جدي مش هنقعد انا نطبطب له، يعني انا عايز كلب يلا يا عم اتجوز يجي متجوز. لا بس هي نفسيته هتتغير وهيبقى تمام. يا جماعة يا ناس، طبعا احنا هنجيبه لكم وناخد وجهة التليفونات مقفولة. طبعا قلت لا، نحاول في الكلب مرة واثنين وثلاثة وانتهى الطحيد. ثلاث اربع نتات اللي عندي اللي موجودين عندي كانوا هم بس لوحدهم، نتا منهم تحيد، مفيش كلام من ده، مفيش كلب قاعد متفرج عمال ياكل ويشرب وراح قد كده في الفاضي، تمام ولا اي حاجة. فين كنت قاعد انا وناس صحابي؟ وجا الاخ اللي بيذبحني، كان بيكيفني قوي وبسم الله ما شاء الله كنت بنبقى مبسوط جدا، انا كعاطف مبسوط، كان بيكيفني قوي، كان بيلسعني كل لسعه ولسعه وانا مبسوط. اللي مني اللي معايا هو مش قريبي بس اللي من بلدي كان يروح ياكلني للوس انجلوس، ولوس انجلوس هناك اللي يقع هناك يا حاج كل سنه وانت طيب. انسى. طبعا كان عنده جراوي، كان عنده هو جراوي كلبته وكانت والده، بس كان بيبيع الجراوي ازاي؟ كان بيتصل على حد مثلا في اسكندريه من الناس اللي هي التجار، يجي جاي بعربيه ملاكي، يوم ما يبقى جاي تمام، يوم ما يبقى جاي مثلا اللي هيشتري بعربية ملاكي تمام. طبعا ده بقى يجي عامل الغدا ومش عارف ايه والشاي والحكاية والرواية، تعالى ابا تعالى فلان اقعد. واحنا هنا بقى في دمنهور هنا نحب نقلد اوي، نحب نقلد اوي، يعني احنا طول عمرنا بنقول اقعد، احنا طبعنا كده. ساعة ما يجي بقى حد من اسكندرية، تعالى ابا اقعد 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 يا عم، اقعد يا عم، صلى على النبي ما ما تخليك على طبيعتك، ده النبي عربي وكلنا واحد اساسا، كلنا واحد اساسا. اسكندريه مدينه محترمه وناس محترمه بس احنا مش اللي عاجبه طبعي على كده عاجبه، اللي مش عاجبه يشم البحر. احنا فلاحين يا عم، احنا فلاحين ولاد ايه؟ احنا كلنا واحد اساسا، كلنا سواسيه، كلنا بني ادمين خلقهم ربنا. طبعا كان يجي بقى، انا كنت نقعد نتفرج عليهم كده، تعال ابا اقعد حط الاكل، وهو يروح له هناك يعامله زي الجزمه. اقسم بالله العظيم ده بيحصل، حط الاكل
مش عارف ايه، ويدخله بيت ويخش البيت عنده، وتبقى المدام مثلا عامله الاكل وبتعمل الاكل والكلام ده كله تمام، والشاي ومش عارف ايه، ويتفرج على الجراوي اللي هو بتاعت الراجل اللي هو داخل البيت. وبعد ما يتفرج على الجراوي يجي متنك كده، اقول له الواحد ب 400 جنيه ماشي ولا ايه؟ يعني الواحد ب 400 جنيه هو توبه كده وحلو والحكايه والروايه وده يباع له وهو فرحان، يتاخد الجرو ب 400 جنيه ينباع هناك ب 4000 جنيه في المحلات. جرو بقى بسم الله ما شاء الله انتاج حلو في دمنهور، انت في ناس هنا مربيين، انتاج فيه انتاج كويس. راح فين؟ رايح اسكندريه. يا نهار اسود لو رايح اسكندريه اشتري كلب، يا نهار اسود. كلنا هنا في دمنهور كنا نقعد نستنوه. ايه ده حاسب ده جاي كلب اسكندريه بسم الله ما شاء الله، يا نهار اسود اسكندريه يا عم الدنيا تنجلي. طبعا انا ما كانتش بتبني نفسيتي راضيه، فكان لسه بقى جراوي مصدرهم بره بعد كفر الدوار على طول مصدرهم تمام متصدرين، ما احنا كان عندنا ده اسمه تصديق، وكان ساعات كمان ناخدهم في كرتونه على كتفنا ونروحوا بيهم، يقول لي 300 جنيه يقول له يا عم طب ايه، يقول له لا ارجع بيهم تاني. وعارف ان هياخدهم كده كده تمام. طبعا جينا بعد كده لما باع الجراوي بيقول لي قاعد معايا بقى قال كلمه، انا عايز بقى نجيب دكر المتيتين اللي عندي دول. قلت له تعالى الدكر اللي انت جايبه لي، انت مش كنت بتقول انا لو معايا فلوس هناخده؟ قال لي اه. قلت له مش انت اللي جايبه لي؟ قال لي اه. قلت له الدكر ده انت على اعتماد عليه؟ قال لي اه. قلت له هات يابا انا دفعت فيه قد كده، هات فلوسي خد يابا الكلب اهو الله يسهل لك بيه. طب ليه؟ قلت له لا انا عايز كلب مواصفاته اقل من ده، اصل ده مواصفاته عاليه وهياخد عين عندي. ايه الحكايه؟ قلت له خد بس اهو. جيت مديله الكلب اللي ما بيتجوزش اللي هو جايبه لي، وجيت واخد فلوسي وجيت رايح انا شاري كلب، جيت ملبسه في الحيطه. البس بقى يا معلم، مش انت اللي جايبه؟ البس. وجيت رايح شاري كلب تاني بس من منطقه تانيه من بلد تانيه تمام. طبعا بدات بقى من هنا ان انا ما امنش وما نثقش في حد، بدات ان انا ما نثقش في حد تمام. في الفتره دي بدات نتعلم بقى. قال لا انا كنت مدي العشم والنيه سالكه للناس اللي بتتعامل معايا، لا نبدا نتعلم بقى نحرص بقى شويه. بدات نحرص بقى ونتعامل تمام. كنت بنفرغ جراوي، فجاه اللي جت ناس قالت لي اللي خليك تبيع جرو جرو، في ناس بتيجي من اسكندريه بياخدوا الجراوي فقلت ماشي وريني كده. جه واحد قال لي هناخد الجراوي ديت بقد ايه؟ قلت له لما ما بنبيعهمش مش بايعهم. قال لي ليه؟ قلت له يا عم ما بنبيعهم، خليته جاي من هناك من اسكندريه على الفاضي ورجع تاني، خليته راجع تاني في الفاضي. قلت له لا ما بنبيعهمش، انا بنبيع بالسعر اللي انا عايز نبيع بيه. وجيت جاي على الفيسبوك تك تك تك، صور للجراوي وننزل صور وننزل صور وننزل تمام، بقت الناس تشتري مني. جيت منزل صور واعلانات يا جماعه اللي عنده كلاب في دمنهور جراوي يجيبها لي انا نشتري، بقيت انا اللي بنشتري الجراوي اللي في دمنهور. وبقى عندي اكبر كميه جراوي جيرما نشتري، ولو حد محتاج حد طالب يعني حد في دمنهور هنا حد طالب منه جرو ولا جروين يبعتهم له من عندي ونشتري، بقيت نشتري ونبيع انا بقى. ولما يجي لي حد يقول لي عايز خمسه سته على بعض نقول له افتحها لنا تاخدهم واحد واحد، ما نديلكش جرو ب 600 جنيه وتروح تبيعه ب 5000 جنيه وب 4000 جنيه وب 3000 جنيه، افتح حل. وبقيت انا نشتري هنا وانا نبيع بالفرضان،
بالجار والواحد، لان ما يجيش حد يضربنا على قفانا في بلدنا اساسا. وكل واحد كان هنا بيربي كلاب وبيبيع نقول له لا ما تبيعش لحد من بره بلدك، هات انا ناخد الجراوي وانا نعرف نصرفها مالكش فيه. احنا بنتكلم مع حد، كلامي ما يزعلش حد، احنا بنتكلم كلام تجاري، كلام في شغل. الشغل طبعا بيبقى فيه ادب واحترام بس فيه تفتيح، والجدع اللي يكسب. كنت نشتري بقى ونبيع بالحته، ولعبتي فين؟ على الفيسبوك، شغلي كله على الفيسبوك. نصور وشاطر في التصوير قوي، نصور ونعرض، وجرو ب 700 جنيه وجرو ب 600 جنيه وجرو ب 1200 جنيه وجرو مش عارف ايه، يوم بيوم بتعلى، وصلت ل 2000 جنيه، وصلت لكذا، وصلت لكذا، تمام. وبدات ان انا الحمد لله ما بقاش ما بيبقاش عندي جراوي ان ما فيش. ولو في ناس متابعاني على اليوتيوب هتفتكر ايام ما كنت بنعمل عروض، يلا اللي ياخد جروين عليهم جرو هديه، اللي ياخد مش عارف ايه، كنت بنعمل الحوار ده عشان ما حدش ياخد جرو من ضمانهم. والحمد لله وصلنا دلوقتي ان ما حدش بياخد جرو من عندنا. يوم ما نفكر نطلع من عندي دفعه جراوي نطلعها الكويت، العراق، الاردن، لكن ما نطلعش محافظه جنبي. ليه؟ لان ما نديكش بسعر 600 جنيه مثلا، لو بعته ب 1000 جنيه كويس، هو اولا ده رزق، لكن استغلال لا. لان انا استغليت، يعني استغليت مش استغليت، استغليت يعني يعني في ناس استغلتني. لا ما نحطش حد في موقف زي اللي انا حطيت فيه. طبعا النتائج اللي انا اشتريتها الحمد لله، اربع نتائج الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طلع فيهم واحده بس اللي بتخلف، وبعد ما بتخلف على بيموت الحمد لله. بقيت نجيب بقى كلاب من بره عليه، يعني خسرت فلوسي، خسرت الكلاب، كانش مزعلنا الكوميسيون اللي انا دفعته كوميسيون، ولا كني شاري شقه ولا كني شاري عربيه، دافع كوميسيون لكلب، تمام. طبعا في الفتره ديت الحمد لله ابتديت نشتغل، ابتديت نعوض خسارتي، اديته الكلب اللي انا اللي هو وقعني فيه، ورحت جبت كلب تاني، بقيت نجيب نتات. انا بنبص كده عشان طبعا في الباب قريب مني. بقيت نجيب نتايات، بقيت نفرغ جراوي، بقيت نبيع، بقيت نشتري، بدأت نتحرك بقى، بدأت نعتمد بقى على نفسي ونتحرك بقى. بدأ المربيين اللي كانوا بيتريقوا عليا ويقولوا لي ما عندكش، بدأوا يجوا يشتروا مني. شوف لي عندك جروين، ياخدوا مني الجراوي يبيعوهم على اسمك ان هم كلاب، عيال كلابه. للاسف المشكله دي انا عانيت منها كتير، لما يكون واحد عنده كلب مستوى عالي جدا وما بيخلفش ويجوز كلب شعبي ويقول للناس الجراوي دي عيال الكلب ده، الا عن طريقه عند مربين الكلاب، اوسخ طريقه، وده منهور اتعلمتها. وانتوا عارفين منين إيه؟ يبقى الكلب ما بيخلفش ويجوز كلب شعبي ويخفيه ويحط الكلب ده عنده في البيت، وساعة ما يجي حد يشتري يقول له ايه رأيك الكلب المواصفات، اوعى اوعى اوعى. يعني في الاخر وفي الليلة كلها قابلت حوارات اقسم بالله العظيم ما تخطر على بال بني ادم. في الفترة ديت كان صديقي اللي بيروح ويجي معايا، طبعا في واحد دلوقتي من الاصدقاء يعني من الناس ديت، هو واحد صاحبي حبيبي باذن الله ربنا ما يفرقناش عن بعض ابدا، اسمه حماده، طبعا ده من الشخصيات المحترمه جدا، وكان عديل، عديلي اخو اللي هو جوز اخت المدام علي. طبعا عديلي بس مشكله عديلي ان هو كان ايه،
يعني يوم يبقى كويس معايا ويوم لا، يوم كويس معايا ويوم لا، مش عارف ايه الحاجات دي. تمام. لكن حماده صاحبي اتمسكنا ببعض، لان هو على فكره يعني شاطر في حاجه، لما يكون في مصلحه يقول لي فيد ونستفيد، وده انا نحبه عادي مفيش مشكله. انا اتعلمت من حماده صاحبي ده حاجات كتير، اتعلمت منه حاجات كتير، حاجات انا كنت مغمي عيني عليها، انا كنت مغمي عيني وسايبها كلها بالعشاء. لا، حماده صاحبي ده علمني ان انا نعترف بصراحه، علمني ان انا في مصلحه، في كلب بينباع، ماشي احنا نبيع الكلب، اللي جايب لي الكلب لازم ياخد حقه، واللي صاحب الكلب ياخد حقه، وانا ناخد حقي. علمني كده حماده، انا كنت الاول ممكن نمشيها بالعشاء. اتعلمت منه حاجات ما زعلتنيش، يعني ما اذتنيش، عشان كده لحد دلوقتي متمسك بيه، صاحبي واخويا وحبيبي ودخل بيتي ولا دخلت بيته. بس في التعامل في الشغل لا، احنا شغل، احنا اصدقاء ميري. حماده ده ربنا يبارك له يا رب ويخلي له اولاده ويفرح باولاده كده ويشوف محمود عريس باذن الله. من الناس الجدع. صوت المكنه اشتغل طبعا. النهار طالع يا جماعه، انا بنكلمكم دلوقتي والنهار بدا يطلع، وشغلوا صوت المكنه. تمام. طبعا هنحاول ننهي الحلقه بقى. اشتغلت وتلعب ونبيع ونشتري وكلاب تموت وكلاب تعيش، بس الخساره ما كنتش بنعرف طريقها، لان اي حد من محبي تربيه الكلاب تمام ما بتفرقش معاه مكسب او خساره، انت محب للحاجه دي. طبعا في الفتره ديت خد بقى تريقه من فلان ومش عارف ايه فلان، ويقول لي يقول لك ده بقى ده ابو نور بقى بتاع كلاب، ده مش عارف ايه، ده الكلام ده كله. تمام. شفت حاجات اقسم بالله العظيم تنكتب في دفاتر. لما ابتديت بقى ان انا العمليه تكبر والحمد لله، لقيت الناس اللي كانت بتتريق عليا دي بتقرب. ما تيجي معانا في فرح في الحته الفلانيه، ما تيجي، وبداوا هم يجوا لي بقى يقعدوا معايا ويشربوا الشاي ومش عارف ايه. دماغي كانت حلوه، دماغي شغاله على الفيسبوك، كنتش اليوتيوب، كنت عامل قناه على اليوتيوب ساعتها، بس ما نعرفش يعني ايه دخل يجي منها وربح وكلام من ده. تمام. عامل قناه على اليوتيوب وراميها، يعني حتى الباسورد كنت ناسيه، كنت رافع على 2 فيديو، حلقتين 2. تمام. طبعا من هنا بقيت نصور مثلا فيديو للكلاب بتاعتي وهما بيلعبوا، فيديو ما فيهوش اي، يعني ما كنتش نعرف ان القناه اللي على اليوتيوب لما نرفع فيديو الناس بتشوفه، ما كنتش نعرف دي، والله ما كنت نعرف دي. كنت نرفع فيديو مش في دماغي ان الناس بتشوفه، انا في دماغي ان اليوتيوب ده بيجمعوا فيه الفيديوهات بتاعتهم، زي نظام استوديو كده. شفت الاستوديو اللي عندك على التليفون، لما تفتح تلاقي الفيديوهات اللي انت مصورها بالكاميرا، انا كان في دماغي اليوتيوب ده كده. بس كان البيع والشراء عندي والصور والشكل الجميل للكلب ومش عارف ايه على الفيسبوك، كان كله على الفيسبوك. يوتيوب كان كل شغل، كل نظامه ان انا مثلا لو في كلب بنبيعه بعته، اول ما جبته بنصوره فيديو وهو بيعمل نمره، بيعمل حركه مش عارف ايه، ونحطه على اليوتيوب. نقول ايه؟ عشان لما نروح عند حد عنده كمبيوتر، اصل كان حوار كمبيوتر ما كانش فيه لاب والكلام ده، لما نروح عند حد عنده كمبيوتر تمام هنعمل ايه؟ هنبقى نفتح عنده النت عشان نوري له الفيديوهات اللي ونتفرج على الفيديوهات. ده حاجه محفوظه، حافظه للفيديوهات اللي انا بنصورها. طبعا وصلت لمرحله كويسه، ابتديت ان نجيب كلاب، ابتديت نوصل، ابتديت نتعلم، ابتديت نعرف. تمام. قلت نتعامل بقى لما بيبقى عندي كلب تعبان نروح لدكتور، لقيت ألعن من اللي كان رايح مع اسكندريه. حقنة ويتمسح الاس وتبقى عاملة 3 جنيه نديها للكلب ب 50 جنيه،
لا طب ما انا نفهم بقى ونعمل انا. طبعا التعامل مع الكلاب تكرارا 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 ابتديت ان انا نعرف، ابتديت ان انا نعالج كلابي، ابتديت ان نعرف المشاكل ونحلها، ابتديت الحاجات دي كلها. من هنا عملت قلعه خاصه بنفسي في تربيه الكلاب. الموضوع لسه ما دخلش في تدريب ولا ولا ليه دعوه بالتدريبات ولا الكلام ده كله. بقيت نشتغل وننتج ونطلع جراوي، كان كل شغلي انتاج، كان كل همي انتاج وجراوي. جيت في الفتره الاخيره قلت لا، ما انا مش هنتن على الذكر ده اللي بنجوز بيه، ما انا عايز نغير ذكوره، نجيب ذكوره ثانيه. بقيت نروح نجيب ذكر ونبيع ذكر، يعني مثلا ذكر عندي بقى خلاص جوزته كذا مره، نبدا نصوره على الفيسبوك، كله فيسبوك ولا ليه دعوه بيوتيوب خالص. يوتيوب جبت كلب النهارده نصوره وهو بيلعب، بيلعب يعني مش متدرب كمان، ونيجي ننزله على اليوتيوب. لو رجعتوا للقناه ديت اول حلقات هتلاقوا الحوارات دي، اول حلقات هتلاقوا الحوارات دي، وعلى السطح بقى وكلام من ده، وكان قبل السطح كمان والكلام ده كله، لان ما كانش السطح لسه اتبنى. وقلت لكم هنعمل لكم صور في مقطع فيديو للحاجات دي كلها، هتفوجئوا بمفاجآت. وانا لابس بقى الشبشب المقطع والجزمه المقطعه والكلام ده كله. عمري ما ننسى اصلي، لان اللي ينسى اصله ما يستاهلش يعيش. ابتديت نشتغل، جمعت مجموعه كلاب. فين جيت في الفتره الاخيره؟ ما كانش فيه حاجه اسمها يوتيوب، كله مصور. جيت في الفترة الأخيرة قلت نجيب ذكر. أنا كده كده جايب ذكر، أول ذكر جيت نبيعه كان صعب شوية علشان ما كانش بيعمل حاجة هادي تمام، بس كان شغله كله جوازات. بعد كده قلت لا، لما نجيب ذكر الحبة اللي الذكر الفترة اللي الذكر هيقعدوا عندي الحبة قد إيه؟ زي 5 6 شهور هيقعد عندي، اديني بنجوزه وهنحاول كده نعلمه شويه حاجات كده، ايه على اساس لما نبيعه يبقى ايه يعني العروسه حلوه يعني. كنت نجيب ذكر بقى تقعد بقى اطلع فوق يالا، انزل يالا، امسك يالا، ايه ده عضي يالا، مش عارف ايه حاجتك، فين احرس، مش عارف ايه، ونجوزه نستفاد بيه. الحاجات دي كنت بنصورها مقطع فيديو حلو نيجي ننزله على اليوتيوب ونيجي رافعه على الفيسبوك. نقول ايه؟ عشان لما نروح في حته واحد يقول لي ما عندكش كلب بينباع، نقول له ايه رايك في الذكر ده؟ ايه رايك؟ بص اهو على اليوتيوب. لان كان التليفون عندي ساعات المساحه صغيره، كان تليفون يا عيني غلبان كده بزراير بس فيه شاشه بتصور فالمساحه صغيره، فانا مش عايز الفيديوهات حتتنا قاعده، حتتنا قاعده على التليفون، لا انا نحطهم على البتاع اللي هو بيقولوا عليه اليوتيوب ده تمام، وساعه ما نعوز هنلاقيهم. ادي نية اليوتيوب، ادي نية اليوتيوب اللي الناس ما تعرفهاش. يعني الموضوع ولا نعرف ربح، ده انا لسه جايلكم في حوار الربح ده موالش. طبعا جيت بعديها ابتديت نحط بقى الفيديوهات ونصور ونجيب الكلب نشغله، ندلعه كده ونشغله ونهشكه، ولو محتاج حقنه، محتاج تسريح، محتاج تنظيف، ونجوزه نستفاد بيه، وجاله زبون يبقى الله يسهله الحال، يتوكل على الله. نعلمه يقعد، نعلمه مش عارف ايه، حسب على قد ما نعرف. نعلمه اطلع يالا، انزل يالا، امسك مش عارف ايه، ايه عض الكاوتش ده؟ شغل بقى اللي هو ايه الشعبي، شغل الشارع يعني. بدأ نتعرف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. بدأت نتعرف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طبعا من هنا لما الناس شافتني على الفيسبوك مش على اليوتيوب، لما الناس شافتني بنصور كلب وجايب كلب وبندربه، فالناس حاطت في دماغها ان ابو نور بيدرب. فاتاري اللي انا بنعمله مع الكلب عاجب الناس جدا، عاجبهم جدا. طبعا اغلب الناس اللي هي الشعبيين اللي بيربوا كلاب عايز كلب صايع، كلب منحرف، امسك يالا، ايه ده، احرس يالا، ثبت يالا، يلا اهجم يالا، عض يالا. فلاقوني بنعمل كده مع الكلب،
فلقيت كذا واحد على الفيسبوك في التعليقات يكتب لي ايه، كنا بنقول عليها زمان تعليقات دلوقتي بنقول عليها كومنت. الدنيا اتحضرت والله واتمددت. طبعا لقيت في التعليقات واحد بيقول لي ايه، ما تدرب لي الكلب بتاعي. قلت له يا عم انا مش مدرب، انا كنت بنيجي من الوظيفه الساعه 2 الظهر نقعد بقى مع كلابي بقيه اليوم، ننزل بالليل على القهوه شويه ونرجع، والقهوه ننزل نجيب مشاكل ونيجي. مشاكل في ايه؟ ان قلنا وقالوا وعدنا وعادوا والكلام ده كله، تمام. وطبعا انتوا عارفين مربين الكلاب. ايه رايك في الكلب بتاعي اللي انا جبته امبارح؟ ايه رايك في الكلب؟ حاسب ده الكلب ده، حاسب ده جاي من بره. منين يا عم؟ اسكندريه. طبعا كنا بدا يلا مش مشكله. المهم لقيت ناس بتكتب لي على الفيسبوك ما تدرب لي كلبي. يا جدعان انا ما بندربش. لا لا معلش والله حبيبي انا اسف والله ما بندربش، ده الكلب ده انا شاريه وشويه حاجات. كذا مره الكومنت ده اتكرر كتير، ما تدرب لي الكلب بتاعه واللي انت عايزه. طب بس مش عارف ايه اللي انت عايزه. اللي انت عايزه ايه؟ الموضوع فيه ايه؟ في فلوس. طب يلا يا بنو ما تلعب اللعبه دي. لو واحد جاب لك كلب ودربته نيجي قاعد بعد شويه مع نفسي، طب افرض الكلب حصل فيه حاجه، افرض ما تدربش، يا نهار اسود نحرج نفسي، هخش في موقف محرج. انا مش شاغلني الناس لاني ماليش جمهور. كانش شاغلني الناس لاني ماليش جمهور. هنحط نفسي في موقف محرج، طب افرض الكلب حصل حاجه، افرض الكلب مش عارف ايه. انا عندي اربع كلاب ولا خمس كلاب بتوعي. تمام؟ طبعا جيت اشتغلت. استنى على الودانه مر من الساحه. طب ما نضر واحد نقول للراجل ده، الراجل ده نقول له هات لي كلبك، وما نعرفوش، نعرفه من على الفيسبوك، صديق على الفيسبوك. نقول له هات لي كلبك ندربه له ويمكن يطلع حلو، وما ناخدش فلوس الا لما نخلص. بكام التدريب؟ 500 جنيه. 500 جنيه حقك للكلب بس. قعدت مع المدام عندي. قلت لها بنقول لك ايه؟ قالت لي، قلت لها ايه رايك لو ندرب كلاب؟ واحد عايز يدرب الكلب بتاعه، ايه رايك لو يجيبه ندربه له؟ انا عندي كلب اهوت جبته ما كانش بيعمل حاجه، خليته طلع ونزل وعمل وخلى وسوى وشغال حلو وبيعضه. قالت لي احنا فاضيين للكلام ده. واحنا مش عارف ايه، وانت بتعرف تدرب؟ قلت لها نجرب، يمكن نخلي الكلب ده يعمل حاجه حلوه الراجل يفرح. يا عم احنا فاضيين، سيبك يا عم من الكلام ده، الكلب يحصل له حاجه ولا بتاع احنا معناش ندفعه له. قلت طب ما تسيبها على الله. مراتي كانت رافضه رفض نهائي ان انا ندرب كلاب. بس انا بعدها فهمت دماغها بنت اللعيبه، عشان التن قاعد معاها، لان لما ندرب مش هنبقى فاضي. هي بتحبني خالص يعني، عايزين التن دايما قاعد معاها. ربنا يخليها يا رب، هي نايمه الحمد لله. طبعا من هنا قلت للراجل هات الكلب. بس قبل ما نقول للراجل هات الكلب شرط كذا واحد. كل ما نقول لواحد من الناس اللي بتربي، اتاري من خيبتي رايح نقول للناس اللي بتربي كلاب اللي هم نعرفهم، من خيبتي رايح نقول لاعداء ايه رايك هندرب. يقول لي تدرب ايه يا عم، انت هتودي نفسك في داهيه يا عم. يا عم تدرب ايه يا عم، انت بتقعدوا قاعدين مع بعض ايه ده، هو بيفهم حاجه وعارف يدرب حاجه مش عارف ايه. دول كانوا قاصرين مجاديف. فين جوز خالتي او خالتي وجوز خالتي؟ فبنقول لهم ايه رايكم، والله ده انا عايز ادرب كلاب ومش عارف ايه. رد جوز خالتي ده الله يرحمه، وخالتي الله يمسها بالخير ويبارك لها، ما زعلتنيش في حاجه قبل كده. خالتي ديت وهي اخت امي من الاب ما زعلتنيش في حاجه، وبنعزها زي امي بالظبط. وكانت ساعات تصادف ان يحصل بيني وبينها اي حاجه، بس من جوايا نحبها يعني، صريحه ودغري شويه بس بتعفريت. خالتي دي بتعفريت يعني ايه، بص اي حد قدامها تعرف تلفه وتجيبه كده وكده وكده وتثبته. طبعا قلت لها خالتي ايه رايك؟ قالت لي وماله يا ابني. هي بقى طبعا خالتي ديت تقول لك الكلمتين تثبتك، انا كنت في الوقت ده بندور على حد يثبتني. فمين مين يا جدعان اللي يثبتني ويشجعني؟ هي خالتي دي. هنقول لها هي خالتي دي بقى ايه، ما
ورجيه تجيبك سكه على طول. قلت لها خالتي، قالت لي ايه؟ قلت لها رايك يا خالتي والله هندرب والحكايه والروايه وفي ناس ونرزقه يا خالتي، هو ده رزقي داخل البيت يعني، ده رزقي جاي نعمل. قالت لي وماله يا اخوي؟ هي عندها الشغل مش عيب. وماله يا اخوي؟ اعمل ربنا يرزقك. وكان جوزها قاعد قال له وماله يا ابني؟ الله يسهل لك الحال، اعمل يا ابني وبعدين مش عيب لما تجرب. نجحت اهو ليك، خسرت اهو ليك، ولو خسرت ما تجربش تاني. قلت للراجل تعالى، بس قبل ما اقول له تعالى قلت نشوف الاول ناس عشان تساعد معايا. ناس كان مين؟ ابن اخته من المدارس، محمد. لو رجعت للفيديوهات هتلاقوه اول واحد اشتغل معايا. في الفتره دي كان معايا صديق على الفيسبوك، الله يمسيه بالخير يا رب ويخلي له اولاده لو هو طبعا ما نعرفش عنه حاجه دلوقتي. بنتكلم على الماسنجر بقى، كنت الاول بنتكلم على الماسنجر ياما، وبالذات مع ال ياما كنت على طول نتكلم على الماسنجر. قلت له ايه رايك؟ فبنقول له ايه رايك ده في ناس عايزه. قال له ماله؟ وماله وانا نيجي معاك؟ ما بفهمش حاجه في الكلام. قلت له تيجي معايا؟ قال لي ايوه نيجي وندربه ونعمله. هو كان مبسوط جدا بشكلي على الفيسبوك والبيع والشراء، وكنت كفيل ان انا لو عندي 100 جار نبيعهم في يومين. طبعا نيجي معاك، تيجي معايا بجد؟ طب تيجي تقف معايا؟ قال لي اه نيجي معاك. قلت له طب عايزين واحده، سر سر المهنة. قال لي واحدة؟ قلت له اه. بنت او ست تشتغل معانا؟ قال لي هتعمل ايه؟ تسجل الكلاب؟ قلت له لا، احنا هنقوله عليها ان هي بتدرب، هنعلموها. قال لي ازاي؟ قلت له لو احنا الكلب ما نجحش الزبون هينحرج يغلط فينا قدامها. قال لي يعني ايه؟ طب ودي مالها؟ قلت له ما هو ممكن الكلب ما ينفعش والزبون جاي مش عاجبه الكلب، هينحرج يغلط فينا قدام الواحد. قال لي والله صح. قلت له خلاص نجيبه نشوف واحده كويسه كده بنت ناس تشتغل معانا ونرضوه. قال لي طب احنا هيبقى حسابنا؟ قلت له هنتحاسبه على الكلب، يعني الكلب لو خدناه ب 500 جنيه هنقسموه علينا كلنا فلوس ونشتغلوا كلنا زي بعض، وانا يا عم عن عليا زياده هناكل الكلب ونشربه ونحميه ونليفه. ما انا اللي بناكل ونشرب ونسيج له وناكله، مفيش حد عندي، كنت انا ويوسف ابني الصغنون ده. يا محمد ابن اخت المدام. قال لي يا عمي. قلت له تيجي؟ قال لي وماله نيجي؟ قلت له هترزق يابا. قال لي وماله؟ بس المشكله بقى في الشباب ان هو ممكن يشتغل في مكان يوم ويوم في مكان تاني، يوم في مكان، مش فارقه معايا. وبعدين مش غاوي الاثنين التانيين، مش غاويين يعني، مش هاويين يعني. محمد مش غاوي تربيه الكلاب ولا يعرف عنها حاجه، ومصطفى مش غاوي تربيه الكلاب ولا يعرف عنها حاجه. قلت لهم طب النهارده، طب باذن الله اعملوا حسابكم اول الاسبوع الجاي هنشتغل معاكم اول كورس. اول كورس ايه؟ مع الكلب. قلت لهم لا، معاكم انتم، هنعلمكم الاول، هنفهمكم هنعملوا ايه. قالوا ماشي نجولك. قلت له طب فرد مصطفى قال لي ايه رايك؟ ده مراتي رخرة عايزه تشتغل وبتحب الكلاب. قلت له مال؟ على راسي، مرات اخويا، طالما انت راجل صديق معايا وصاحبي. ومصطفى ده كنت نعرفه من زمن يعني، من ايام ما كنت شغال سواق تاكسي. قلت له ماله على راسي؟ تيجي معانا؟ اي تيجي حتى ماشي، تبقى مع مراتي هنا، يمكن تشجع مراتي لاي ان هي تشتغل رخرة. قال لي ماشي. وجه جم. هو ربنا يبارك له يا رب، هو يعني راجل غلبان يعني، مش محورجي، ملوش. لا عارفين ما كانش محورجي ليه؟ لان ما كانش بيربي كلاب ولا يعرف حاجه عن الكلاب. نستغفر حد كده ونقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، واحلى مسا عليكم
لا صباح، احلى صباح عليكم. مكن الري اشتغل، العصافير زقزقت، الدنيا وانا كل ده قاعد معاكم، سرحت معاكم عادتكم زي العسل. الحلقه الجايه او الجزء الجاي هنكمل وصلنا ازاي وعملنا ايه وجات ازاي، وتشغيل الدماغ حلو والشطاره حلوه والاقتناع حلو والثقه بنفسك اللي بيحطها لك الناس مش انت اللي بتحطها لنفسك. في الاخر نقول لك تحياتي ليكم، وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، ويا رب يكون الجزء بتاع النهارده عجبكم. باذن الله هنتابع معاكم جزء جديد مع قصه جديده، وهنكمل معاكم بدايه اول مره في التدريبات عملنا ايه. وتابعوا معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.